ينضم إلينا مباشرة للمزيد من المتابعة دكتور محمد صادق رئيس المركز العربي للدراسات. دكتور محمد تحية لك. مساء الخير، تحياتي، أهلا وسهلا. ما هي السيناريوهات المقبلة؟ يعني تابعنا منذ قليل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار، لكن يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان. يعني هل يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ أم نعود من جديد إلى هذه الدائرة المفرغة من العنف؟ طبعا بعد التحية لحضرتك ومشاهدينك الكرام، أعتقد أن جيد صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، لكن دوما نصطدم بمسائل خاصة بالإسرائيل والكيان الإسرائيلي، إضافة طبعا إلى المسائل أيضا المرتبطة بالاشتراطات الإسرائيلية، بمعنى أن إسرائيل تشترط دوما انسحاب حزب الله إلى ما وراء النهر الليطاني وترك منطقة استراتيجية تكون هي منطقة عازلة أو منطقة يمكن شبه فارغة، وبالتالي طبعا تسعى إسرائيل إلى تأمين شمال فيما يتعلق بعودة النازحين، يمكن بلغوا 50,000 نازح إسرائيلي، إضافة طبعا إلى تأمين منطقة الشمال. هذا من جانب. من جانب آخر، هي تحاول تعويض الجنوب اللبناني من خلال إفراغه من حزب الله وتعويضه بالجيش اللبناني. كلها أمور أنا أعتقد أنها ما زالت محل خلاف، إضافة طبعا إلى مادة 1701 وهو القرار الذي يمكن تم تدشينه عقب مزارع شبعة 2006، وأيضا هو الإطار الحاكم حاليا للاستراتيجية اللبنانية والتعاطي الإسرائيلي معها. كل هذه الأمور طبعا هي حاضرة بقوة في المشهد اللبناني، إضافة طبعا إلى الدور الأمريكي. هل الدور الأمريكي حاليا وجو بايدن يلملم أوراقه كما يقال من البيت الأبيض، مستعد إدارة يمكن شبه تفاوض مع بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني؟ هذا من جانب. من جانب آخر، أرى من خلال العمليات العسكرية الكثيفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي حاليا أنه أفلس من الناحية العسكرية، بمعنى أنه لم يعد لديه أي جديد فيحاول فعل أي شيء من العملية العسكرية، لأن أيضا الهزائم العسكرية خلال شهرين في الجنوب اللبناني بالنسبة لإسرائيل كبيرة. نتحدث عن قرابة 60 إسرائيلي قتلوا، نتحدث عن عشرات الدبابات الإسرائيلية دمرت، نتحدث عن استهداف وصل إلى تل أبيب وأيضا بعض المناطق في وسط إسرائيل. كلها أمور تشير في نهاية المقام إلى أن إسرائيل من الناحية العسكرية لم تنجح في القضاء على حزب الله، أو لم تنجح في مسألة الردع وتأمين الأمن أو تحقيق الأمن الإسرائيلي في سواء في الشمال الإسرائيلي أو في إسرائيل برمتها. وبالتالي طبعا يستدعي كما أشرنا هذا الاتفاق وجود نوع من الضمانات، الضمانات بالنسبة ليه إسرائيل كما تقول هي، أيضا الضمانات بالنسبة للجنوب اللبناني، إضافة طبعا إلى الضمانات بالنسبة للدولة اللبنانية لعدم عودة إسرائيل مرة أخرى إلى مسألة اللي يمكن الاستنفار العسكري. وهنا تبرز مسألة الاستدامة، بمعنى أن الحل المستدام يمكن هو الحل الفعلي لهذه الأزمة، هو حل يقوم على مسألة أن ترتدع إسرائيل أو ترجع إسرائيل إلى ما وراء طبعا حدودها، ثم بعد ذلك يتم عودة أو انتشار الجيش اللبناني في مناطق الجنوب، وأيضا تدشين اتفاق مستدام ما بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل يضمن أمن لبنان ويمكن يحافظ من وجهة النظر الإسرائيلية على أمن إسرائيل. لكن لماذا المشكلة يتخذ هنا القرار الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في مثل هذا التوقيت تحديدا؟ يعني الارتباط بين ذلك وبين المعطيات الجديدة على الساحة الأمريكية، إدارة جديدة لترامب، هذا من جانب. جانب آخر، ملاحقات الجنائية الدولية والقرار الأخير أيضا الخاص بالقبض على نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. يعني هل ثمة ارتباطات بالمشهد سواء إسرائيليا أو أمريكيا أو على مستوى المنطقة والعالم الآن؟ يعني يمكن الارتباط الابرز هو مساله وصول دونالد ترامب الى سده الحكم وتعيينه او تنصيبه كرئيس امريكي في يناير المقبل، وبالتالي يسعى الرجل من خلال حملته الانتخابيه التي قال فيها انه سيبرم اتفاق لتهدئه الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط. لكن اظن ان المساله الخاصه ب يمكن بعض الاتهامات التي طبعا طالت بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت وزير الدفاع السابق، اضافه طبعا الى الضغط العسكري على اسرائيل، اظنه كان موجود يمكن حتى منذ ما بعد احداث 7 اكتوبر، بمعنى ان في اليوم التالي لاحداث 7 اكتوبر كان بنيامين نتنياهو يتحدث بان اعلم ان العمليات العسكريه ستطول لكن النهايه ستكون من خلال التفاوض، اذا هو يعلم جيدا طريقه الحل ويعلم ايضا اليات الحل، لكن المشكله هنا في ان اسرائيل تحاول يمكن من خلال ممارسه المزيد من الضغوط العسكريه هي الاجبار، اجبار اولا الشعب اللبناني على عدم تقبل حزب الله، إضافة إلى إجبار هل حزب الله أخيراً على وسريعاً، هل من إصداء لذلك الحراك النسبي في لبنان على قطاع غزة أم أن المسألة مختلفة في أن يكون هناك يعني
ولو بشكل ضئيل احتمالية بوقف إطلاق نار مماثل؟ أتخيل طبعا أنه لو حدث نوع من وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني ربما تنتقل العدوى الإيجابية إلى قطاع غزة، لكن أظن أن الوضعية مختلفة، نعم، سواء ما يتعلق بقطاع غزة أو ما يتعلق بجنوب اللبناني. أشكر جزيل شكر دكتور محمد صادق رئيس المركز العربي للدراسات.